وصلنا لفقرتنا التالية يلي بتهم كثير من الصبايا خاصة. تتوفر بعض الحبوب أو الأدوية أو المكملات يلي بتساهم بالتنحيف وخسارة الوزن، لكن ينصح بتجنب استخدامها دون استشارة الطبيب، بالإضافة إلى أنه استخدامها لا يغني عن اتباع نظام غذائي محدد للسعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية للحصول على نتائج خسارة الوزن المرغوب فيها والحفاظ عليها. عن الأدوية والخلطات العشبية المستخدمة في إنقاص الوزن رح يكون حديثنا اليوم. رح نستفسر كتير شو هي الحالات الاستثنائية يلي ما فيها تتبع أدوية التنحيف وشو تأثيرها السلبي، مع الصيدلانية الدكتورة هبة إدريس أخصائية تغذية وتجميل. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة. صباح النور. بالبداية خلينا نعرف، يعني دائما نسمع هذا الحب بنحف، روحي خدي هذا الحب، حب بيتم فيه انقاص الوزن بشكل كتير كبير. شو يعني حب بنحف؟ يعني كتير من الناس بتقلك انه شو معنات في دواء بنحف او في حب بنحف. هلا نحن يعني ككلمة تنحيف يعني في جسم لحاله بدون تماما بالضبط، في يعني في عنا شيء اسمه معايير نحن بنتبعها لهذا الشيء، يعني مو فورا مثلا اي حدا بيجي بيقول لنا والله بدي نحف حالي نقول له ايه اوكي، لا، احنا في عنا شيء اسمه مؤشر كتلة الجسم اللي هي بنقول لها احنا بودي ماس اندكس، وهي احنا بالتعريف تبعيتها هي بتجي الوزن على مربع طول الجسم. بهذا الشيء احنا في عنا رينج لها بيتاخذ بناء عليه بنحدد هل هو الشخص نحيف او جسمه طبيعي او هل هو سمين بدين. بناء على هذا الشيء احنا بنوصف ادوية التنحيف. دواء التنحيف شو هو؟ فينا نقول يعني اللي احنا عندنا أدوية داخل بتركيبة تشتغل على رفع معدل الحرق بالجسم، في عندنا أدوية بتشتغل على امتصاص الدهون بتخفف عنا من امتصاص الدهون، في عندنا أدوية لا بتعمل تثبيط للشهية، كل هذا الشيء، وفي عندنا بالنهاية كمان أدوية نباتية بناء عليها اللي احنا من يعني حسب نحن بنشوف شو حالة الشخص اللي جاي لعنا بناء عليه بنعطيه الدواء اللي بيناسبه. نعم، أسماء تجارية عديدة وممكن أحياناً تكون المحتويات هي بس جذب للمستهلك أو للزبون، خلينا نقول هي بعيدة كل البعد عن المحتويات الصحيحة يلي يمكن الدكاترة ممكن يعرفوا فيها أكثر. خلينا نحكي يمكن عن سوء هاي الحبوب على الجسم، وخاصة إذا يمكن كانت هي على الموضة مثل ما بنقول إنه دارجة هلأ هي نوع الحب ممكن تنحف كيلو كيليين فتنتشر بين العالم، شو تأثيرات؟ هلا نحن عندنا المشكله اللي صايره انه مثلا بيجوا بيسمعوا بدواء فرضان دواء نزل جارتها 10 كيلو، بيجوا كلهم صاروا بدهم نفس هالدواء. طب اللي احنا ما بدنا نشوف شو عمل بالجسم، شو هو، ما بصير اي حدا يروح يستخدم دواء مو معروف شو داخل بتركيبته. هلا نحن عندنا يعني بالنهايه هو بالنهايه مستحضر دوائي، ممكن يكون له تأثيرات عصبية، تأثيرات هضمية، تأثيرات نفسية، ما بصير يعني فوراً شخص يروح، كلياته بده يكون ضمن إرشادات محددة ومع مراقبة، يعني ما في إنه خذ هالدواء ويلا روح، لا، في عنا مراقبة أسبوعية، مراقبة شهرية، بناءً عليها نحن منحدد حاجة الجسم من هالدواء هذا. طيب خلينا قلتي يمكن موضوع مهم إنه في انواع للادويه، يعني في دواء مثلا بيلعب على حرق الدهون، في دواء بيلعب على فينا نقول سرعه الاستقلاب بالجسم، في دواء بيسد الشهيه. خلينا نحكي عن هي الاصناف، يعني مين الاشخاص اللي بيناسبها، لانه بنعرف في للادويه اثار جانبيه بعض الاشخاص مو ممكن تاخذها. لما انا اقول مثلا شخص بحاجه لدواء ليحرق الدهون، هذا بيعتبر بيكون عنده مشكله بالدهون بمناطق محدده، هذا الدواء بيساعد نوعا ما عليه. هلا نحن اذا بدنا نحكي عنهم، في عندك الادويه الملينه، خلينا نقول اللاكساتيف ماتيريال، هاي الادويه بتساعد انه تزيد كميه الماء بالامعاء، بتخفف من امتصاصها فبتزيد كميتها، فهذا الشيء
بصير عنا تليين وحجم بالامعاء، فبصير عنا اطراح كثير. شغله ثانيه، في عنا الادويه اللي بتمنع امتصاص الدهون، مثل عنا دواء الاورليستات من اشهر الادويه المعروفه والمصرح فيه من منظمه الصحه العالميه. هذا الدواء بناخده مع الوجبه او بعد الوجبه، بيساعد عنا انه كل شيء وارد دهني بنسبة تقريبا 30% من الوارد الدهني اللي مع الوجبة يقوم بإطراحه. في عنا كمان مستحضرات نباتية واللي احنا بنحبزها أكثر ما تكون كيميائية. في عنا مثلا القهوة الخضراء، مستحضر كتير آمن ولطيف وممتاز بننصح فيه. بتم عنا عندك الأدوية اللي بتزيد معدل الحرق بالجسم. في عندك الكروميوم بيتاخد معنا حبة يوميا، بيساعد كتير على تنشيط الجسم، هو بالنهاية فيتامين بيدخل معنا ببناء الكتلة العضلية للجسم. نحن وقتنا نشتغل على تخفيض الوزن، نحن بدنا نشتغل على الكتلة الدهنية مش على العضلة، هي في فرق صحيح؟ تماما، ما بنشتغل نهائيا على الكتلة العضلية، بالعكس نحن بدنا نحافظ عليها. نحن في عنا شيء اسمه الطاقة، المعدل الوارد والمعدل المصروف، فنحن بدنا نوازن بيناتهم لنحافظ على وزن ثابت للجسم، وزن صحي. في حال صار عنا خلل بهذا الميزان، صارت فرضا عنا الوارد اكثر من المصروف، هون ببلش عنا بزياده الوزن. فنحن هون لا، نحن بدنا نشتغل على موازنه هي الكفه. هلا نحن بدنا نخفض الوزن، فبدنا نخلي الوارد اقل من المصروف. احنا بنزيد النشاط البدني، بنقلل عدد السعرات الحراريه الوارده، هذا الشيء كلياته عنا بيساعدنا انه يبلش عنا الوزن بالتناقص. بدنا نحافظ على تناقص وزن بطيء وتدريجي. الانقاص السريع للوزن له اثار كثير ضاره على الجسم، يعني ما بقى يعني نوصل لمرحله انه الجسم بيش فيه اضرار عصبيه نفسيه هضميه، ما احنا بنتجنبها بشكل كامل. نعم دكتورة، خلينا نحكي بنقطة. كثير من أطباء التغذية بيوصفوا أدوية أو نظام غذائي مرافق للأدوية بيعمل بنقص الفيتامينز والمعادن بالجسم، ما بتبين إلا بعد يمكن أشهر على المريض، ممكن يفقد وزن كثير منيح ويرضى بالنتيجة، ولكن ما بعد كم شهر بيصير ممكن عنده فقدان بمعادن كثيرة بجسمه، فيتامينز كثير بيصير بيوقع بالأرض يغمى عليه، وبيصير في مشاكل وأمراض وتأثيرات جانبية ثانية. خلينا نحكي عن هالنقطة. تماما، هلا نحن بدنا نراعي مع اي نظام نحن بندخله كنظام حميه او كادويه تنحيف، بدنا نراعي الاثر الجانبي لهذا الدواء ونتجنبه. الادويه اللي حكينا عنها اللي بتطرح الدهون من الجسم، نحن عندنا في فيتامينات منحله بهي الدهون، فيتامينات منحله بالدسم، فيتامين A، فيتامين د، فيتامين اي، فيتامين ك. في حال نحن طرحنا الوسط اللي هي بتنحل فيه واللي بيمتصه الجسم ما عاد يمتصه، فنحن بدنا نحاول ناخذها كمتمم لحالها. نحن اكثر شيء عندنا مثلا الاورلي ستات، وقت بناخده صار عندنا اطراح للدسم، فبناخذ الفيتامينات بعد الوجبه اقل شيء بساعتين او ثلاثه، لانه احنا بنتناول الاورلي ستات مع الوجبه او بعد الوجبه مباشره، فبناخذ نحن هي الفيتامينات. ثاني شيء نحن بنراعي الاملاح المعدنيه، هي كمان صحيح تماما، لانه احنا عندنا مرضى ضغط، مرضى سكري، تاثيرات الشوارد كثير انخفاضها او زياده بتاثر عليهم، فنحن بدنا نراعي هي النقطه انه نحن نقول لهم كثروا شرب مي مع خلال النهار، ما يصير عندنا تجفاف، ما يصير عندنا انقاص بهي الشوارد، نكثر الاملاح المعدنيه. يعني نحن بالنهاية بدنا أي أثر سلبي للدواء بدنا نشوف نحن القصة المرضية للشخص. يعني ذكرتي نقطة مهمة إنه ممكن نعطي بعض التعليمات لبعض الأشخاص اللي عندهم أمراض مرافقة مثل السكر والضغط،
في بعض الاشخاص ممكن نقول لهم ما بيصير تاخذوا هي الادويه لانه عندكم امراض محدده ممكن تاثر عليها هي الادويه؟ طبعا. مثل في عندنا مرضى بيكون عندهم هن بياخذوا ادويه مزمنه تتعارض معنا مع هي الادويه تبعية التنحيف، فما بنعطيهم اياها، بنلجا معهم لاتباع بس حميه غذائيه مع زياده النشاط البدني عندنا. شو هي الامراض اللي الاشخاص اصحاب امراض، شو هي الامراض اللي ممكن ما نعطيهم؟ امراض القلب والضغط والسكر، اذا كانت عندنا حالات حاده من النوم ما بتتحمل تنعطى ادويه تنحيف. فنحن هون بننشا للحميه الغذائيه، بنبعدهم عن الادويه لانه هم بالاصل بيكون عندهم حجم كثير من الدواء، يعني مريض حتى المواد الطبيعيه، يعني حتى الخلطات الطبيعيه. الخلطات الطبيعيه في شيء عندنا ممكن نعطيهم اياه شيء لا، وكله ضمن جرعات محدده. يعني انه يروح عند العطار يقول له مثلا بدي دواء تنحيف، في قصص بتكون غير مدروسه فبيعطون اياها بتكون لها تاثيرات كثير ضاره عليهم. يعني من بيناتهم خلينا نحكي عن السنه اللي هي اكثر دواء معروف كملين، وهو له تاثير تنحيف، بس زياده جرعته عندنا بتعمل نزوفات، بتعمل اسهالات شديده، بتعمل حالات تجفاف، بتعمل تغبيش، بشوف المريض داخ، يعني لها اثار ضاره جدا. ممكن في مرضى عندنا بتعاني من الامساك، يعني ننصحهم فيها بس بجرعه مدروسه، جرعه صيدلانيه مدروسه موجوده بالصيدليات، ما بنقول لهم والله لا روح خد سنه وغليها واشربها لا ابدا. نعم. هذا الفصل بتحسيه فصل النوم والاكل، كل الناس بتنفتح شهيتهم كثير. خلينا نحكي كيف فينا نحن نضل محافظين على وزننا، شو هي الاكلات يلي ممكن هيك تسد النفس شوي مثل ما بيقولوا وتخلينا ما كثير ناكل بعيدا عن موضوع الادويه؟ هلا في عندنا الادويه، عفوا الاطعمه الغنيه بالالياف الفايبرز، مثل عندنا القمح الشوفان، هاي الاصناف الغنيه بالالياف بتعمل عنا بالامعاء كتله، وبالمعده بتعمل عنا كتله، مع شرب المي بصير عنا انتباج لها، فبتعمل احساس بالشبع، بتشتغل على الهرمون، بتثبط عنا هرمون الاحساس بالجوع، فبتلاقي انه مجرد ما اكلناها شربنا كاسه مي صار عنا حجم بالمعده، فما عاد في انه احساس بالجوع. عنا الخضره، يعني لازم كثير نكثر العناصر الورقيات، نحاول صحن السلطات، يعني ضروري عنا، يعني قدام كل وجبة بنتناولها لازم يكون عنا العنصر الأخضر، نبعد عن الجنك فود، نبعد عن الأكلات الجاهزة، الوجبات السريعة، هذا الشيء كلياته عنا بيساعد على تقليل وتثبيط الشهية. عندنا حتى في عنا مستحضرات جاهزة للغنية بالألياف، بتلاقي انه حبتين عند الإحساس بالجوع مع كاسة مي بتلاقي عندنا هالحجم بالمعدة هذا. طيب دكتورة، ذكرنا كمان خلال حديثنا الخلطات الطبية قديش إلى فعلا آثار منيحة لتنحيف فينا نقول وانقاص الوزن، بس في بعض الخلطات مثل ما قلتي يمكن الشخص بيروح عند العطار بيقول له أعطيني خلطة للتنحيف بيكون إلى بعض الآثار السلبية، ومنا بنسمع عنا الأعشاب، منا مثلا الأعشاب اللي بتعمل مثلا دربول بشكل كتير كبير، هي بتعمل انقاص عندك السوائل بالجسم، شو هي الأعشاب اللي لازم نحن ننتبه لها يعني ضمن كميات محددة؟ لأنه بنشوف فعلا مثلا العطار ممكن يعطيكي كميات وانت تاخدي هاي الكميات ما تعرفي قديش النسبة المحددة، وبنفس الوقت الاستشارات الداخلية بين العيلة، ممكن الجارة او الاهل هنا بيقولوا لك انه هاي الخلطة بتنحف، بس ممكن يكون إلى آثار فعلية. دائما اي شيء ما نو طبي ما نو مدروس بجرعاته هو مرفوض بشكل كامل، دائما نحن بنلجأ للطبيب او الصيدلاني او اخصائي التغذية لحتى ناخذ البروتوكول الصحي النظامي، انه نحن نروح عند شخص غير مؤهل علميا نقول له بدنا خلطه للتنحيف، طب نحن شو حط هو بقلبه؟
شو مضمونه ما بنعرف، قديش التركيز اللي نحط كمان ما بنعرف، ممكن هذا الشيء يعمل لنا ضرر كتير كبير للجسم. احد الاضرار اللي هي الشائعه النزوفات الحاده، يعني عندنا نزوفات حاده بالجسم عم تصير من وراء تخريش الامعاء. اكثر شيء على العطارين عم يشتغلوا عليه السنه، عشبه السنه، عشبه العشرق، بذرة الكتان، بتلاقيه عملوا لك خلطه وانه يتفضل. طب هل هي ملائمه؟ هل هذا الشخص اللي اخذها شو قصته المرضيه؟ عم تنعطى بدون درايه بحاله الشخص. او كمان خلطات لتليين المعده كمان هي بتعمل مشاكل بشكل كثير كبير، بتقول لك فيني يطلع كل شيء من الجسم، بس بنفس الوقت استخدامها كمان له اثار سلبيه. اول فتره يعني اول يومين ثلاثه بتلاقي اللي اخذها كثير ارتاح وانبسط، بعدين بتلاقي بلشت عنده حاله التجفاف نتيجه فقد السوائل. صحيح. هي لانه ليش عم تخفف امتصاص الماء للجسم، فعم يصير عندنا اطراح كثير للماء. بتلاقي المريض بلشت عنده حاله التجفاف، اصفرار الوجه، تاثيرات كبديه. بتلاقي عنده صار يعني لدرجه انه ما عنده قدران يطلع من البيت. يعني نتيجه الاسهال الشديد اللي عنده. صحيح. فقلت الفيتامينات، اذا كان عنده مريض ضغط او قلب او سكر تكون نتائج كارثيه. انه يعني اضطراب الشوارد ما له شغله سهله ابدا لحتى انا انه خاطر فيه مع مريض ضغط. صحيح. نعم. في عندك يعني يفضل دائما لا يروحوا عند شخص اخصائي. تمام. دكتورة لكن خلينا قبل ما نختم نعطي نصائح بتخص أدوية التنحيف وتأثيرها السلبي على الجسم، وشو هي الحالات الممنوع تاخذ، نرجعك نذكر فيها أدوية التنحيف. كنصيحة بنصح جميع الصبايا إنه أنت يعني ما في شيء اسمه أنا بدي أنحف. ما في شيء اسمه أنا بدي أنحف، في عنا شيء اسمه أنا هل أنا بحاجة لإنقاص وزني أو لا. في حال إحنا إنه عنا حاجة لإنقاص وزن بننزله، يعني مو بالضرورة إنه كل واحد والله جارتي نحفت، أختي نحفت، إنه أنا لا كمان بدي أنحف. صحيح. هون في عنا جسم اللي إحنا عم نتعامل معه، بدنا نشوف مثل ما قلت لك إحنا إنه بحاجة لنحفه أو لا. ما نرد، ما نعطي إذننا للعالم، دائما نستشير الأخصائي. ما ناخذ أي دواء لأنه جسمنا كثير غالي علينا، ما بصير نخبص أو نعطي شيء جسمنا ما له بحاجته. طبعا أهم الشيء عندنا الأطفال، يعني ما تجيني أم تقول لي أنا ابني سمين وابني كذا وبدي نزل له وزنه بدي نحفه. أطفال عندهم حالة خاصة جدا، تحت عمر 12 سنة فقط حمية غذائية. صحيح. بنصح كل الأمهات إنه ما تعطي ابنك شيء، ما تخبصي بجسمه. الطفل هون عندنا نحن بمرحلة إنشاء، بمرحلة نمو، بمرحلة تأسيس جسم، ما بصير نعطيه شيء يأثر على هذا المنحنى اللي هو عم يطلع فيه. بعد عمر 12 سنة ممكن ندخل شيء المصرح فيه لهم للأطفال هو الأورليستات، طبعا مع الحمية الغذائية. ونحن دائما نتجنب استعمال الادويه المنحفه للاطفال، بنلجا معهم لتخفيف الوارد اللي عم ياخذوه، نبعدهم عن الاكلات الجاهزه، عن الشيبس، الكولا. بالنسبه للبالغين بننتبه كثير لمرضى الامراض المزمنه، نكون حذرين معهم، نبعد كثير عن انه نعطي اذننا للعالم. يعني هي مشكلة الاستشارة دائما بتكون العائلية أو من خلال المحيط أو الرفقات. بالضبط. بس في نقطة كتير مهمة كمان، أحيانا بتلاقي الأدوية التنحيف مرافقة بشكل دائم لهيدا الشخص، لأنه أساسا عنده اضطراب بالكتلة الدهنية، عنده دائما حالة نحف أو حالة سمنة. قديش مهم نعرف يعني نعطي الدواء بشكل صح لهذا الشخص، انه كيف قلنا نحن بنلعب على الكتله الدهنيه، بنلعب على الكتله العضليه بالاضافه للغذاء او النظام الصحي المرافق.
تماما. يعني نحن بدنا نحافظ على الجسم تبعيتنا، جسم صحي، جسم سليم، ما نوصل الجسم لمرحلة انه خمول انهيار، ندخل الجسم يعني نحفه من هون ونفوته بامراض تانية من هون. لا، نحن بدنا نحافظ على جسم صحي وسليم وسوي، يعني ما ندخل الجسم بقصص تانية يكون هو ما له بحاجته. نعم دكتورة، كمان بس ننبه على شرب المي قديش منيح، والرياضة كمان قديش منيحة. يمكن ناخد أدوية منحفة ونقعد نستنى ينزل وزننا، هي من المستحيلات. خلينا نحكي قديش الرياضة وشرب المي المرافقة للأدوية المنحفة هي تأثيراتها جيدة وبتعمل على التثبيت. يمكن تثبيت الوزن هو أصعب من نزول الوزن. الرياضة دائما عنصر مهم معنا، النشاط البدني. خلينا نقول نحن لازم دائما يعني يكون عنا 30 دقيقة يوميا مخصصين بشكل مستمر للجسم كنشاط كرياضة. يعني أي شيء، أي دواء تنحيف بدون ما أنك تدخلي له رياضة، يعني خلينا نقول بتاخدي جزء بسيط من مفعوله، من نتيجته. ليش؟ لأنه إحنا بحاجة لزيادة معدل الحرق بالجسم، بحاجة لزيادة التفاعلات اللي بجسمنا اللي هي بتجي نتيجة الحركة، نتيجة الرياضة، نتيجة تنشيط الدورة الدموية، حركة العضلات، تقلصها، تمددها، كلها عنا بيلعب دور إنه الجسم يفقد الوزن عنا. شرب المي كتير أساسي. نحن تماما عنا الشخصين نعطيهم نفس الحياة، نعطي نفس الدواء. الشخص اللي بيلعب رياضة وبيشرب مي بيفقد وزن أسرع من الشخص اللي بياخد الدواء وبيقعد. دائما بنقول له نحن نشبهها إنه لو إحنا عنا طبخة حطيناها على الغاز، إذا ما شاء عنا تحت النار ما بتستوي. فنحن دائما بحاجة إنه نحفز الجسم ننشطه. فالرياضة هي هذا الغاز اللي إحنا عم نشتغل عليه، يعني بحاجة دائما للتنشيط. فالرياضة عنصر أساسي وما فينا أبدا نتخلى عنه. نستغني عنه. نعم. طيب نتشكرك دكتورة هبة إدريس أخصائية تغذية وتجميل على وجودك معنا. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا.